فيتشرز اوف ذا بون، خصائص العظام بقى. يعني احنا اتكلمنا على انواع العظام، هنيجي نشوف العظم ده من شكله من بره فيه ايه. فطبعا انا هقول حاجه، احنا يمكن دلوقتي هنلخص شويه حاجات في العظم، لكن الجزء ده بالذات هيجي بالممارسه لما تدرس عظمه عظمه في الجسم. فاحنا انا بديك مثل بس في الجزء ده، وده بسيط جدا، وبعد كده هنيجي لما ناخد عظمه عظمه في الجسم، مثلا في الابر ليم في اللور ليم، هنشرح كل واحده بالتفصيل، فهتلم الخصائص بتاع العظام دي من غير ما تبذل اي مجهود فيها. فدلوقتي بس تتعرف على الكلام اللي احنا هنقوله، يكفي التعرف فقط. فانا عندي بتجي لك عظمه، تلاقي الحته دي بارزه، بنقول عليها هيد. بعدها جزء تاني بارز برضو كده اسمه نيك، دي هيد ودي نيك. الجزء ده بروز تاني، البروز ده اسمه تروكانتر، الفيمر على فكره ده اسمه جريتر تروكانتر، ده تروكانتر تاني اسمه ليسر تروكانتر. هنا في الهيومرس تلاقي دي هيد، ده حته بارزه زي التروكانتر بس اصغر شويه، ده تيوبركل وده تيوبركل، ده جريتر تيوبركل وده ليسر تيوبركل. هنا ده الاقي دي اسمها كوندايل، ميديال كوندايل، ودي بارزه ثانيه اسمها ايه؟ كوندايل. الجزء الثاني ده اسمه ايه؟ كوندايل. حتت بارزه اسمها ايه؟ كوندايل. نيجي نلاقي مثلا ايه؟ ابص الاقي في فصه هنا، في مثلا هنا دي ميديال ايبي كوندايل، وهنا حته ثانيه اسمها لاترال ايبي ايه؟ كوندايل. يعني دي ايبي كوندايل، يعني دي كوندايل، هنا دي كوندايل وهنا دي كوندايل، وبرده هنا في ايبي كوندايل وهنا كمان في ايبي كوندايل. هنا الجزء ده اسمه ايبي كوندايل وهنا في ايه؟ ايبي كوندايل. في هنا جروف، هنا الجروف دي اسمها فصه 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 فصه، دي اسمها تروكانتريك ايه؟ فصه. في مثلا حاجه اسمها كريست اللي هو بيبقى زي العرف. كل دي لو يعني لو عندي بروز وعامل زي العرف بقول عليه كريست، لو عندي بروز وطالع لبره اسمه تروكانتر، ولو عندي بروز صغير شويه اسميه تيوبركل، لما عندي جروف بين الاثنين تيوبركل انتر تيوبركولر ايه؟ جروف. فجم هم بقى يقول لك ايه؟ على كل عظمه هتلاقي حتت عاليه اسمها اليفيشن، الحتت العاليه يا اما تيوبروزيتي يا اما تروكانتر يا اما تيوبركل يا اما ايبي كوندايل يا اما بروسيس يا اما سباين يا اما ريدج يا اما كريست يا اما لاين. يعني هنا في خط هنا اسمه لينا اسبرا، في هنا خط تاني، وبعدين هنا في حته دي الجزء ده اسمه ميديال سوبرا كوندايلر ريدج، وده اسمه لاترال سوبرا كوندايلر ريدج. يعني هنا تيوبروزيتي روكانتر تيوبركل ايبي كوندايل بروسيس سباين، دولت هنشوفهم بعد كده في شرح العظم. هنيجي بعد كده ديبريشنز، حته منخفضه، يا اما نقول عليها فصه تروكانتريك فصه او جروف انتر تروكانتريك جروف اهي، او سالكس او نوتش، كل دول بمعنى واحد اللي هي حتت منخفضه على الايه؟ العظم. نيجي اوبننج، ثقوب، في فورامنا، في كنال، في هياتس، كل دول يعني انه في ثقب في العظمه. لما الاقي ثقب بيبقى في حاجه اسمها فورامنا او كنال او هياتس. ارتيكولار سيرفيس اللي هو السطح المتمفصل الهيد، دي بنقول على الحته دي اسمها ارتيكولار ايه؟ سيرفيس. الجزء ده مثلا ده كوندايل، ده ميديال كوندايل، ده ايه؟ لاترال كوندايل. ده تروكليا، الحته دي بيسموها تروكليا، الحته دي اسمها كابيتولم، الحته دي اسمها كابيتولم فاسيت، دولت الاسطح الايه؟ المتمفصله. دول يعني ايه؟ احنا بنوصف حتت بس. النهارده لو حفظنا دول افضل ان احنا نحفظهم مع العظم نفسه، لما ادرس عظمه عظمه كل واحده ليها اسم لوحدها، يعني دي فيها هيد ودي فيها نت وانتر تروكانتريك كريست وانتر تروكانتريك لاين، يعني كل عظمه وليها كلام لوحدها. برضو لو شفنا عظمه تانية، بص ادي هنا دي الفرتبرا اهي، ادي الفرتبرا ودي الاسكابولا، هتبص تلاقي هنا في الحته دي ارتيكولار فاسيت وده ارتيكولار فاسيت، السطح المتمفصل ده سطح متمفصل اسمه ارتيكولار فاسيت. ده النتوء اللي بارز ده اسمه سباين اللي هو العرف بتاعها. هنا برضو في عندي هنا الاسكابولا دي ليها حاجه اسمها ايه؟ سباين. ادي السباين، السباين ده في هنا في فصه اسمها سوبرا سباينس فصه، دي انفرا سباينس ايه؟ فصه.
في كافيتي هنا اسمها جولينويد كافيتي هنا، يعني واخد بالك، سوبرا سكابلر نوتش، حته المنطوشه دي اسمها نوتش، هنا دي برضو الجزء ده اسمه ايه نوتش، الحته دي بنسميها ايه نوتش. يعني عايز اقول العظم ده فيه كاركترستكس، حته بروزات بنسميها يا فيبروز يا تروكانتر يا تيوبركل يا بيجوندايل يا بروسيس يا سباين يا ريج يا كريست، ديبريشنز حتت منخفضات بنسميها فصه يا جروف يا سالكس يا نوتش، اوبننجز بنسميها فورامين او كانال او هايتس، ارتيكولار سيرفيس بنقول هيد او كوندايل او تروكليا اند فاسيتس. دولت هنحفظ حاجاتهم كلهم لما ندرس عظمه عظمه، بس نبقى عارفين تيبروستي تعني حاجه عاليه، مثلا فصه يعني منخفض، اوبننج يعني ملاقي ثقب، او هيد الاقي حته هتتمفصل مع حته تانية بسميها هيد، او كوندايل اتوقع ان دي هتتمفصل مع حاجه، دي اللي هي سيرتن فيتشرز اوف ذا